السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجموعة ديال اللاعبين اللي هما الشباب اللي عندهم سمعة طيبة كيتراوح العمر ديالهم بين 21 إلى 26 سنة، قالوا أن هذه أفضل مناسبة للتألق، والكرة عند رقم 9 عند رقم 9 من مالاوي يقدمون 13، والهدف على المنتخب المغربي، الهدف على المنتخب المغربي سنة 2006 سجله رقم 3 من المنتخب المالاوي على المنتخب المغربي. أنا أعتذر أصدقائي لهذا الدخول المباشر في المباراة، لم أعطكم أي مقدمة لهذا الفيديو، ولكن متتبعين هذه القناة سوف نقدم لكم ملخصات لمباريات بين المنتخب المغربي والمنتخب المالاوي التي تكون قديمة لكي يضربون بكوبيرايت أو حقوق الطبع والنشر، ولكن سوف نقدم لكم أيضا ثغرات التي تتواجد في المنتخب المالاوي لسنة 2008 و2009 وسنة 2018 وسنة 2019 لكي نتعرف على جميع الثغرات التي المنتخب المالاوي لكي لا نسقط في الفخ التي سوف تنشئه لنا هذا المنتخب القوي، منتخب قوي حتى إذا لم يأخذ عدة بطولات، ولكنه منتخب قوي لأن دفاعه قوي كما تشاهدون أصدقائي الآن. هذا هدف منتخب مالاوي، المهم كرة عند الزهري، الزهري سعد حجي، أوه ضربة جزاء، ضربة جزاء مباشرة، ضربة جزاء مباشرة أيضا الحكم ضربة جزاء، الشماخ، الشماخ رقم 17 هو اللي حصل على ضربة جزاء إن شاء الله، غادي تكلل بالنجاح إن شاء الله بإذن الله. كما كتشوفوا كانوا عندنا لاعبين متفوقين تبارك الله عليهم، بحال الزيري عندنا، بحال الشماخ عندنا، بحال النيبس عندنا، بزاف ديال اللعابه اللي كان في 2006 تبارك الله متألقين بزاف، واخا ما كملوش الصداد ديالهم بحال الشماخ حبس، الزيري حتى هو ما كملش الاخر، الخرجه حتى هو تبارك الله لاعب اللي كان خاطئ كان تيلعب في 2006. هاي ضربه جزاء ان شاء الله باذن الله تكلل بالنجاح. المهم اصدقائي حنا نعرفوا جميع الثغرات، جميع الثغرات ديال المنتخب المالاوي، واش مين لعبوا معاهم نهار الثلاثاء ان شاء الله ما نطيحوش في الفخ ديالهم، الا طحنا في الفخ ديالهم غادي نخسروا في المباراه ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا الدفاع ديال مالاوي ديما تيكون عامر من البدايات ديالو من 63 الا الفرق ديال مالاوي تيكون عامر عامر كما كتشوفوا. هو الهدف هو التعادل، جابوا تبارك الله النيبت تبارك الله عليه، لاعب خطير ما شاء الله عليه، رقم 15 تبارك الله عليك يا خي النيبت تبارك الله عليك. يلا 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 دابا واحد لواحد غادي نشوفوا النتيجه شحال غادي تجي. وكما كتعرفوا اصدقائي ان مجموعه تاع اللاعبين اللي هما شباب اللي عندهم سمعه طيبه اللي كيطراوح العمر ديالهم في السنه 2006 بين 2021 وبين 26 قالوا ان هذه افضل مناسبه للتالق، طبعا المقابله اللي ما غاديش تكون سهله بين الفريقين، لكن كل الاحتمالات وارده في هذا اللقاء الكبير بين المنتخب المغربي والمنتخب المالاوي في كأس إفريقيا لسنة 2006. المهم الآن المباراة تعادل 1-1. إذا أعجبكم هذا المقطع سوف نضيف لكم ملخصات قادمة إن شاء الله. والآن ضربة ركنية سوف يلعبها الزيري، يلا يا الزيري، يلا 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 يلا، هدف ما شاء الله عليكم يا أبطال، ما شاء الله عليكم، حجي خطيرة، والخرجة هو تبارك الله عليك كان تيلعب في 2006 ومازال تيلعب، راه هو رقم 13 هو الخرجة، يلا يا هدف ثاني، هما 2-1 كما تشوفوا أصدقاء، ها والله ما بارك وزيد في ذلك، ما شاء الله على اللاعبين والله رائعين، اللاعبين بكل صراحة اللاعبين والله ما شاء الله عليكم، لا حسن الخرجة، لا يوسف حجي، لا الجرموني، لا الركراكي، لا القاسمي، لا بزاف ديال اللعابه اللي صفري، حتى هو صفري رقم 15 اللي كان تبارك الله عليه، الشماخ رقم 17، الشيبو رقم 18، حجي رقم 20، المياغري رقم 22، والحارس هادشي كانوا لاعبين تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم. هما دابا الشوط الثاني اصدقائي، هي ضربه حره من يوسف حجي ولا الزيري، زيري اهداف رائعه حسين خرجة يسجل هدف رائع كما تشاهدون ان لاعبي المنتخب المغربي لا سنه 2022 ولا سنه 2006 كانوا لاعبين رائعين بكل امتياز صراحه. وهدف ما شاء الله عليهم، هدف ما شاء الله عليهم، يلا يا خرجة، يلا يا خرجة، والله الله 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 الله
أنا أقدم لكم هذه الملخصات لشيء واحد أصدقائي، وهو كشف الثغرات لدى المنتخب الملاوي. نحن في المنتخب الملاوي لعبنا 10 مباريات منذ البداية، لعبنا 10 مباريات، انتصرنا في 6 وتعادلنا في 3 وانهزمنا في مباراة واحدة. التاريخ يكرر نفسه وسوف نهزمهم إن شاء الله في هذه السنة 2022. ما شاء الله عليكم. الآن نتيجة 2-1 أصدقائي كما تشاهدون. الله عليك يا حسن خرج. الله 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 الله. دابا 3-1 أصدقائي. لم نشاهد أي هدف آخر، يمكن لم أضعه في الفيديو. المهم يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب. تسلل سير 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 يوسف حجي، سير يوسف حجي، سير 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 ما شاء الله عليكم، سير سير سير، قدم قدم قدم. الله 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 سيس. واو 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 واو. والله لا لا، شوف لاعبين ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، لاعبين كفو بكل صراحة. والله كانوا لاعبين بدون اي مجامله، بدون اي نفاق، بدون اي، كانوا لاعبين ما شاء الله عليهم، لاعبين متفوقين، متفوقين ما شاء الله عليهم. الان 3-1 اصدقائي كما تشاهدون. 3 اهداف جميله للمنتخب الوطني المغربي، خصوصا الهدف الثالث. هدف مستحيل، مستحيل صراحه، ولكن ماركاو سجلوا الهدف كما تشاهدون. واو 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 واو. والله الله الله عليكم يا شباب. الله الله، نريد مثل هذا المنتخب ان يحقق لنا حلمنا في سنه 2022 ان شاء الله. واو واو، واش من جبده، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. لاعبين لاعبين رائعين صراحه، لاعبين رائعين. ولهذا تنتهي المباراه بين المنتخب المغربي والمنتخب الملاوي ب 3-1 لسنه 2006 في كاس الامم الافريقيه، في ربع نهائي كاس امم افريقيا 2006. ما شاء الله عليكم ان المنتخب الوطني المغربي لم ياخذ هناك كاس العالم، كاس افريقيا، ولكن الحمد لله وصل الى نصف النهائي، الحمد لله. المهم مباراه رائعه بين المنتخب الملاوي، وانتظرونا في ملخصات قادمه بين المنتخب المغربي والمنتخب الملاوي لسنه 2018 و2019 ان شاء الله. والى اللقاء اصدقائي، وفرجة ممتعة تاريخيه اللي كاينه بين المغرب ومالاوي. وهذا الفريق ديال مالاوي كما كتعرفون اصدقائي انه هو الفريق المواجه ولا الفريق الخصم اللي غادي يلعب ان شاء الله مع المنتخب المغربي في الثمن النهائي ديال كاس امم افريقيا اللي كاين في الكاميرون لسنه 2022. وتحيه خاصه، تحيه خاصه للجمهور الجزائري على الخساره ديال اللي خسر مع الكاميرون. ماشي مشكل ان شاء الله، يعوضوا ان شاء الله باذن الله في المونديال ديال 2022 ان شاء الله باذن الله. المهم ان شاء الله دابا غادي نكمل لكم الاخوان ونقول لكم القصه اللي كاينه بين المغرب والمالاوي. كما تعرفون اصدقائي ان المنتخب المغربي ومالاوي غادي يتقابلوا ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل في الثمن النهائي ان شاء الله. وكما تعلمون اصدقائي ايضا ان المغرب تقابل مع مالاوي 10 مرات بالواقع، وانتصر 6 انتصارات وتعادل 3 المرات وهزيمة واحدة. 10 المرات فين تلقى في الحياة ديال المنتخب المغربي مع المنتخب